ليكيب سبور. رجعنا لكم مجيد في ليكيب سبور. دونك حبيت ناخذ دونك اكيد يعني كفما يعني حاجه اللي كانت متميزه برشا السبت اللي فات هو يعني الجمهور نجم الساحلي اللي كان خلينا نقول بصراحه اكسبسيونيل وعندنا سين ماريناش العقلية هذيك والروح هذيك وخاصة الإيجابية نتاع تشجيع نجم الساحلي خاصة ليماج كبيرة اللي تعطات يعني بعد موفي الماتش يعني الجمهور يصفق على الملاعبية خليني نقول حاجة ممتازة برشا برشا. أكيد الجمهور اللي كان مميز حاتم أنا كنت حاضر على زوز يعني زوز لقطات في الألي وقت اللي ليتوال خسرت الجمهور نتاع ليتوال صفق على لاعبي الوداد وكان حضاري جدا وكان عمل الحقيقة حاجة تعمل ستوستيكي في الدار البيضاء حتى حد ما ينجم ينقل الجمهور هذا مرة أخرى. نفس الشيء صار بعد ما خسرت ليتوال رغم أنها روحت لأنه الجمهور عاود صفق طبعا الجمهور نجم ونسمه أيضا أراءه فيما يخص الفريق في العدد الأول نتاع ليكيب سبور. بون بالنسبه للتعليقات فوزي اكيد اللي يجيو على الصفحه الرسميه كنوز اف ام زبيدي فتح يقول اول واحد كوليبالي توا عام واحنا نداويو فيه عدى ماتش المتلاوي وقف في رادس خرج من الثاني ودخلوا هو ولينا نلعبوا بعشره. ناصر حما يقول برافو بيا علاش ما قلتش يلزم قيس يخرج على خاطر خرجنا في ماتش لي صراحه تروا بيفو كارثه قريب ما لعبناش كونتر فلامينغو. عبير الشاطي تقول برافو بيا تدخل والجمعيه صحيحه ويبكي دموع كي تخسر ليتوال. سامي زبيدي تقول ان شاء الله جاي خير يلزم توا شويه غربله في النجم. علي ساسي يقول برافو للاولاد عطاو اللي عليهم الجمهور ولا اروع صحيح ما ترشحناش لكن خرجنا مرفوعين الراس الان يجب الاستمراريه في الاطار الفني والقادم افضل بحول الله. ناصر حما يقول كان خلاو عماد ما نخسروش في الالي وما يلعبش كوناتي وتروا بيفو. نبيل الزيتون يقول لخويا فوزي كي تشوف اربع فرق المترشحه تلاحظ اللي عندهم حراس من الطراز العالي وعملوا الفارق عكس النجم البديري ومساعده كوناتي تسبوا في الانسحاب حابته وفرصه لضخ دماء جديده واعداد فريق المستقبل. هشام يقول صراحه مقابله كبيره للنجم وحسب رايي اقوى فريق حاليا في افريقيا وكنت مرشحه بقوه للفوز باللقب. على العموم حظ موفق للفريق وتحياتي لسي فوزي والاخوه التوانس. احمد العابد يقول كلام سهل واسهل منه ما فماش وقت اللي راجل قال ايجا وشدوا جمعيتكم تخبيتوا الكل يحبوا كان نعرف شنو الكلمه. سامي الزبيدي تقول كل شيء مشي مليح في الماتشات لا التغييرات مستوى خلنا بلاص كثير التغييرات اللي عملها الكل على الحيط. منجي بالحاج صالح يقول وضربه الجزاء نسيتها رضوان. ناصر حم يقول مشكلتنا مش انترينور عن احسن افكتيف نتصور عماد بن يونس خير من قيس على خاطر فهم اكثر من اي انترينور. حمامي محمد يقول السلام عليكم المشكل في الاتوال لا غرفه تلعب على بطوله ولا تلعب على شامبيونز لا عارفوا تلعب على بطوله لا تلعب على شامبيونز ليغ علاش خسرت الزوز. العربي عزوز يقول ودو بنالتي اللي نحاهم يا رضوان ما ريتهمش. سامي زبيدي تقول برافو زوبا تحياتي. بالازرق محمد الهادي يقول تدخيل تبريكي زايده كان ينجم يدخل في راس. نور الدين حامد يقول وعلاش ما خليتوش اذان العصر سمعناه. هشام يقول تحياتي ليك سي فوزي. عبد اللطيف العلوي من المغرب هذا صديقنا اللي كان هو المرافق في رحله المغرب صديقنا المغربي عبد اللطيف تحياتي. رمزي عطيه يقول احلى جمعيه. عادل عطيه يقول بونجور. خالد حنين يقول من 2007 برشا الحق ما لعبناش فينال شامبيونز ليغ برشا علينا. هيثم الخماري يقول صحيح سيف برافو. كامل القصير والقصير يقول والله رضوان الفالحي تحليله منطقي برافو. سفيان تيون يقول قعدنا كان طويل في الصفحه. سهيل الصغير قال كما خرجت انت. ملا نباره سيف ما كنتش في الستاف اش عملت توا تتكلم. هذا هشام كلم سيف غزال. حسين جيام يقول اولاد لما مزيان ناسكم ببعضكم. خليل برمضان يقول ان شاء الله جاي خير عن الرجال. بالازرق محمد الهادي كريم العريبي سيليكسيوني في ليكيب ناسيونال. سليم هزاز يقول فرك الرومانة. حسام عمارة سيبنا من اللغة مضروبة من الواجهة جاي قيس الزواغي كي هو فاشل في قراءة ماتش المروك. سامي الزبيدي تقول قيس الزواغي مش لاعب أكثر منكم نورمالمون راكم واقفين معاه وانتم أولى بي. يعطيك الصحة مروان. هذه هي تعليق السادة المستمعين. على حاجة اللي قال اللي معناها وقت اللي قال يجاو اخدموا قلنا لا ما احنا ما قلناش لا هو اصلا ما كلمناش وقت حتى وقت اللي خرجت على اساس المدير الرياضي ما كلمنيش لكن حاولنا اني واحد من الناس نحكي على روحي في الفتره الاخرانيه دخلت مرتين كلمت فيصل خليفه قلت له الحاج محمود ولدنا حاولوا صلحوا له الكونترا وما صار منه حتى شيء ونبنيه على ولدنا زاد اللي هو تالونتيو برشا وخسر برشا وقت ليه مع الجمهور. وعندك كلمته زاد سيريضا مره الصباح قلت له نجي نقابلك سيريضا
حبيت ننصح بحاجات كان خذا بهم خذا بهم ما خذاش بهم هو رئيس النادي هو اللي قال لي عندي اجتماع بعد نلقاه في حصه تدريبيه ما ماهيش معناها ولات اشكاليه خلينا من لا لا الجمهور هذاك تاع الاتوار راهو عالمي معناها تعاركنا معاه وفرحنا معاه وحزننا معاه مش حتى في مقابلات كنا معناها مستحيل باش ترجع ورجعنا مقابلة جوليوس برجر وخسرنا بطولة ضد النادي الافريقي في 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 المنزه يرفع 40,000 30,000 من نجم هذه الساحلي يعني في باجة في جرجيس يعني نهارت المقابلة يعني كنت مع جمهور الاتوار في اللوتوروت الحقيقة الواحد لحمه يشوك على خاطر تذكرت مثلا شامبيونال اللي جبناه من صفاقس 2007 شيء معناها كبير برشا تشوف فيديوهات عندي ناس من جربة كيفاش هبطوا فيديوهات محضرين واحد بشدوا اثنين معناها شيء كبير برشا منير كلمة على الجمهور هو جمهورنا يضرب به المثل راهو مش من توا يعني مش مقابلة النهار السبت شفناه في مقابلات أخرى شفناه ضد يصفق على الفريق ممكن اللي ربحنا وعلى فكره منير على فكره منير ميراتي حتى ماتش راهو لا انا موجود لا سامحني منير احنا عطينا المثل راهو الجمهور نتاعنا اول بعد الثوره لعبنا ضد حممنن في سوسه نلعبوا على البطوله خسرنا واحد بلاش يصفق على الجمهور كامل خرج يصفق فهمت يعني جمهورنا مثالي علاش همش نقول لك علاش خاطر لازمك تشوفوا بعد الانسحاب تشوفوا البرة كيفاش يتعامل ناس كيفاش تحكي ناس يعني خاطر اني ممكن حطيت كرهبتي في دوروني من ثنيه لقيت روحي مش قدام لقيت روحي مع الجمهور عرفت وخروجه كان يعني شفنا احنا فرق اخرين كيفاش كانت الخارجه كيفاش كانت ممكن شويه مشاكل صارت تشنج. ما بين بعضهم وتشنج وكان مثالي باتم معنى الكلمه والناس كل يرفع كما يقول يرفع القبعة كيف كيف رضوان على الجمهور شوف حاتم بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي انا يظهر لي ديما على مر التاريخ جمهوري تي اكسبسيونيل لانه كي نشوفوا العالم الكل تقريبا الجمعيات اللي تكون ماهيش في الكابيتال صعيب باش تلقى عندها جماهير ان بو بارتو في الجمهوريه معناتها في البلاد نتاعها الكل احنا ما شاء الله معناتها تقريبا جماهير النجم الرياضي الساحلي موجودين في كل المناطق الجمهوريه وكل مره النجم الرياضي الساحلي يتعدى ببيريود كريتيك الا وتلقاه موجود وقتها تعرف بالرسمي المعدن نتاع الجماهير لانه مش كي تبدا هزه تيتروات هاني مع ليتوال وقت اللي لا قدر الله نتيجه خايبه يجبدوا رواحهم لا جماهير النجم الرياضي الساحلي كانت موجوده ديما وعطات ليكزومبل في بليزيور ريبريز كما كان يحكي لك سيف مقابله حمام لم في الثوره وحتى من بعدها زاد ومعناتها اشاك فوا يعملوا ديبلاسمون الجماهير نتاعنا عمرنا الحقيقه لا سمعنا صارت مشاكل كبيره وعمرنا لا خرجوا على الموضوع سي فري باش تلقى كيلكو زيكسيبسيون عادي معناتها في اي جمهور في العالم تدور العالم الكل لكن في المجمل الجماهير نتاعنا كانوا معناتها مثاليين في لي ديبلاسمون في المطارات في الجمهور اللي هنا كي نمشيو نلعبوا في معناتها عند النوادي الاخرين ان شاء الله انا نقول يكملوا معناتها مع النجم الرياضي الساحلي خاصه في الفتره هذه والفتره الجايه لانه باش تكون نحب ولا نكره باش تكون صعيبه باش يكون تسع مقابلات عباره مقابلات كاس هي. دونك نحاولوا نصبروا مع النادي ندعموا بشتى الطرق يعطيهم الف صحه وان شاء الله حتى اللي كان هكا شويه عنده ديزوند نيجاتيف نحاولوا ناثروا عليه ايجابيا إيجابي الناس الاخرين اللي بجنبه كسوا في الستاد ولا برا من الستاد وراهو باش يكون عندهم لو رول لو بلوز امبورطون خاصه العام الجاي لانه النجم الرياضي الساحلي باش يلعب من غير ملعب معناتها كيما السنه ومستحق الجمهور برشا فوالا معناتها مثلا جمهور الوداد ناكد لك كما جا الجمهور نتاع مقابله الذهاب مستحيل تربح صحيح. مستحيل وحتى في الرتور الكراكاج اكدوا لي الجماعه الكراكاج وقف اللعب يعني شنو كسر ريتم كسر ريتم حاجه مدروسه كسر ريتم حاجه مدروسه معناتها سي ايتيدي والجماهير قاعده راهي تحسن من رواحها في العالم الكل خاصه في المغرب وفي المغرب الرجاء والوداد قاعدين يعملوا في حاجات اكسبسيونيل الجماهير نتاعنا قاعده تحاول تكون الند للند على مستوى الدخلات على مستوى الغناء على مستوى التشجيع ان شاء الله نشوف حاجات ايجابيه نعطيك حاجه اخويا حاتم وقت اللي كنت كابيتان في الاتوال بالحق هو حتى رضوان حتى ديما تو كابيتان
كنت كابيتان في الاتوال والله بالحق المقابلات الكل نحاول لو ماكسيموم في القرعه ناخذ الشوط الثاني الحارس نتاع ليكيب ادفيرس راح الفيراج نتاعنا صدقني اتيدي راهو فما مقابلات نربحوهم راهو بالعيد والله العظيم بالعيد وسي حاجات زاد هذوما لا احكي له انت على الشامبيونز ليج مقابلات العام اللي هزينا فيه الشامبيونز ليج وشامبيونا ماتش السودان جراس الجمهور شربحنا 3-1 هنا ماتش الاهلي زاد مالجري الحقيقه كانوا سيبيريور علينا معناتها الجيل نتاعهم ذهبي المقابلات هذوما الكل ارجع المقابلات وشوف الجول تاع ليكيب ادفيرس وي تلقاه معناها وراه الفيراج نتاعنا هو نذكر ديما فما ميساج فما كلمه قالها جيزوادو فيريرا الانترنور نتاع الزمالك وقت اللي الماتش الشهير اللي توال ربحت 5-1 في استاد قال كي شفت دخلت للتيران وشفت الامبيونس موجوده في الستاد عرفت كنا ما نجمش نخرجوا سالمين دونك الكلمه اللي ذكرها بكذا بكذا وقالت هو قال له بالمعنى الرياضي بالمعنى الرياضي بالمعنى الرياضي بالمعنى الرياضي اكيد باهي احنا هكا دوك غلقنا قوس النجم الساحلي دونك اكيد يعني تملاو نجاح النجم الساحلي في مرحلته الجديده اللي اكيد لازم تكون فيها برشا توازن وبرشا رصانه خاصه في التعامل مع الوضعيه الجديده اليوم النجم الساحلي مقبل على مرحله جديده ما عادش كان توافقني ولا لا ودونك اكيد النجم الساحلي محتاج الناس الكل محتاج للجماهير ومحتاج للملاعبيته نقدم مجدد محتاج للمسؤولين الكل المرحله مش تكون مؤكد مش تكون دقيقه برشا وهذاك علاش لازم يكون فيها التعامل ذكي برشا ويكون فيه برشا توازن وبرشا رصانه في اتخاذ بعض القرارات والمؤكد كونه نجم الساحلي صراحة العام الجاي يلزم يخرج خلينا نقول ما نقولش بخاف الغرار ما يلزم يكون يعني تكون فما توازن ما بين المحافظة على الثواب تاع الفريق اللي حكى عليهم سيف ومع التوجهات الجديدة للهيئة الجديدة دونك باش نحكي على مباراة الرجاء و باش نحكي على مباراة الزمالك الزمالك والترجي التونسي أكيد يعني قبل هذا نسمعوا تصريحات المدرب فابريس كارتيرو مدرب الزمالك وكذلك عثمان نجار المدرب المساعد للترجي التونسي Écoutez, j'avais dit avant la double confrontation qu'il faudrait réaliser deux exploits pour éliminer cette équipe de l'Espérance de Tunis. On a fait un premier match avec une deuxième mi-temps magnifique et on a aujourd'hui fait un match très courageux avec un match défensif formidable parce qu'on a énormément souffert face à une équipe de l'Espérance qui a su du début à la fin nous mettre sous pression. On a eu très peu de contre-attaques, on n'a pas réussi à développer notre jeu. On a beaucoup souffert mais on a su tenir ce résultat jusqu'au bout. Et se qualifier, c'est bien sûr beaucoup de fierté et beaucoup aussi de satisfaction d'avoir réussi cet exploit que d'éliminer le. الحقيقة معناتها ما كناش نستناو خير من الانتام اللي صارت في الماتش هذايا وفقنا ربي باش نسجلوا على بكري صحيح لكن من بعديك يمكن الريوسيت ولي سوليسيون يمكن ما وجدناش برشا بصراحة معناتها الغيابات اللي كانت موجودة في ليكيب أثرت أكيد في صنع اللعب معناتها باش تعمل أتاك بلاسي لازمك دي جوار اللي ينجموا يعملوا الشيء هذا بصراحة الأولاد ساعة معناتها ما عندنا ما نروبروشيو عليهم وقدموا اللي عليهم بصراحة يعطيهم الصحة الناس الكل ما بخلوا بحتى شيء المباراة ما ننساوش راهو على 90 دقيقة الزمالك ولا فرصة زيرو اوكازيون على 90 دقيقة كاملة صحيح معناتها ما ننساوش راهو الفريق هذايا فريق مازال كيتكون عندنا غيابات بتاتر الماتش هذايا كانت مؤثرة نوعا ما الاكسبيريونس هذيا صحيح الاسبيرونس معناتها الاوبجيكتيف نتاعنا هو ديما البرومي اوبجيكتيف هو تشامبيونز ليغ ما وفقناش ربي في ليديسيون هذه باش نكملوا نخدموا اكيد معناتها مجموعه فيها عناصر واعده عناصر اللي مستقبلها مازال قدامها ما علينا كان نكملوا نسكروا اذنينا ونخدموا نتاسفوا الجمهور نتاعنا اللي معناتها ما نجحناش باش نفرحوه لكن اللي 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 معناتها الواحد اللي فرحان له كونه حتى حد ما بخلف قطر تعرق من لي 14 جوار اللي هبطوا سو تيران قدر الله ما شاء فعل وهذيك الدنيا ونقعدوا نخدموا على روحنا اكيد دوك هذا كان تصريح عثمان نجار وفابريس كارتيرون دوك اكيد يا نجم حتى نجم الساحلي مخي قعدت نجم الساحلي دوك الترجي التونسي كذلك كان قبل غاريدو كان ينجم يشد ليتوال بالضبط صحيح وكان فما مفاوضات متقدمه معاه مسافه نتاع ثواني يعني مدرب ذكي برشا على فكره دوك الترجي التونسي كذلك يعني خليني نقول يعني صراحة كان قريب برشا من الترشح خاصة السيناريو اللي صار يعني ضرب جزاء وهدف في الدقيقة الثالثة بصراحة كانت الأبواب كل مفتوحة لكن فينالمون الترجي التونسي ما وفقش في المهمة نتاعو سيف لا وسورتو حتى اللونتام اللي دخل به الاسبيرونس ما دخلش معناها لونتام مثالية بصراحة يعني
يلزموا فيه يسجل. بالعكس تشوفوا كيفاش الكره نتاع الاسبيرون مشات على اليمين على اليسار ودخل، والسيناريو اللي يتمناه اي مدرب واي ملاعبي في المقابله هذه في العوده صار. لكن الترجي كمل نفس الريتم، ينا با اكسيليري كيما النجم الرياضي الساحلي، ما شفتش اكسيليراسيون كبيره، نجم تعمل سيركولاسيون دو لا بال التالي بور كري الديفيونس وكري الديكالاج والاسباس بور اكسيليري في ال 20 متر الاخرانيين، ما شفناش اكسيليراسيون من الترجي. لعب كيما حب الزمالك، الزمالك حب اللي يكون الريتم نتاع المقابله يساعد هو في الخطه التكتيكيه لحتى المدرب فكي برشا، وما نساوش حتى المدرب زاد نتاع الزمالك كان فكي يعرف كيفاش يتعامل مع الملاعبيه نتاعو، لانه الملاعبيه راهو عنده ملاعبيه اوفنسيفمون قوي برشا، لكن خدمه ان ترافاي تكتيك اكسبسيونيل. وقلتها في مناسبه قديمه كونه البوان فيبل نتاع 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 الزمالك هي لاك سنترال، لاك سنترال حتى في البطوله المصريه عنده مشاكل كبيره برشا. غياب الملاعبيه زاد اثر في الترجي، اللي زوز ملاعبيه اللي هما برمضان وحتى الشتي زاد خلى الكولوار كامل على اليسار وبالغيث ثلاثه دوما خلوا كانوا مؤثرين في الترجي. حاجه اخرى منير بالنسبه لي راى انه اقوى زوز لاعبي ارتكاز في افريقيا هما طارق حامد وفرجاني ساسي، قاعدين يخدموا في خدمه غير عاديه في يعني في واحد الفريق. واحد تلقاه اكثر هجوميين وياخذ دفاعين اقوى. هذا هو التكامل، الفكير زانا برود الدم شنو. واحد جلادياتور اللي الفوق اللوطه تلقاه نتاعو صغير اي هي عنده يعني مكانته عنده قيمته والفرجاني اللي فنيا يعرف يلعب يقرب اكثر الواحد، شفناه في عده مقابلات يعني تلقاه في ال 18 متر، هذم اللي نطلب منهم سورتو وسط الارتكاز. لكن نقول اني نرجع المقابله شويه للترجي الرياضي، ممكن خسر المقابله نتاعو في الدقائق الاخرى غادي في مصر، خاطر ما تعرف كان مريقل ممكن كان خاسر 2-1، لكن النرفزه عرفت النرفزه اللي خلات ممكن الفريق يخرج، وهذا نقول مع الخبره نتاع الملاعبيه اللي يعرفوا مسبقا اللي ممكن مش يلقاو حكم ضدهم، مش يلقاو ممكن يعني الاجواء الكل ضدهم، لكن هنا طاحوا في الفخ. نرجع المقابلة نتاع تونس اللي ترجي والناس كل يستناو في اون تام، اللي الناس كل يعني هدف في ثلاثة دقائق، الناس كل تقول اللي مجرى اللعب سيناريو مثالي، سيناريو هدية من السماء، سيناريو وتبدا تحسب مش نعطيوها ثلاثة مش نعطيوها، هذا هو. لكن حقيقة الميدان تعرف كما ممكن توا سيف جبد على ثلاثة ملاعبية اللي حسب رأيي يعني أثروا يعني أثروا فنيا ومعنويا على المجموعة، خاطر يجيك قبل بنهارين الكاف، يجيك قبل بنهارين وتعطيك عقوبات صارمة، عقوبات صارمة لهنا اللي التحذير الأسبوع. شكون يتحمل مسؤولية نتاع العقوبات هذه؟ المدرب ولا اللي قلتو؟ كمل لا بصراحة هو عاقبهم، هما طاحوا في البياج، طاحوا في بياج، طاحوا في بياج. مجاني مجاني والله لعيب عليكم والله. قلت لي الكونفدرالية قبل بنهارين. نحكي لك يعني السيركونستونس كيفاش وبرا يعني ناقي فهمت؟ هو السؤال الآخر الرضوان. قص عليك. يسمع مصر قوية. فهمت يعني السيكونستانس نتاع الواحد كل خلاه ممكن ياثروا على ممكن المجموعه وممكن حتى القوه نتاع الفريق، خاطر نعرف الفريق الترجي في الفتره هذه وقلتها يعني في عده مرات هو الفريق هذا من احسن المجموعه اللي كان عندهم فنيا، وكانت يعني الخصوصيات نتاعهم شنو هي؟ هي انه عندهم السرعه وعندهم شكون يحلك يعني مفاتيح الوترة صحيح هذا الكل ما فماش. وكي كنت تلقى فريق اللي وحده وحده وما يهزلكش الريتم وملاعبي شو اسمه الليبي الهوني اللي شوت اول راه اني شوت اول ما عمل شيء، كان شوت ثاني ممكن تحرك وجاب هذا الكل يخليه انه ترجي يعني نجم يخرج في سيف. حكي على الشتي وعلى بنغيث وعلى برونفال،
نحب نسال رضوان على الجوار اللي كان غايب في الليل اللي هو بدران، تراش انه كان جاي بدران في الليل الترجي ربما يخرج اخف الاضرار، لاعب وازن جدا وانت مدافع وتعرف اللي كان من احسن عناصر يعني قدام الزمالك، واستدعاه ديجا بالماضي للليكيب سي فري، معناتها في مقابله الاياب عمل ليكيليبر محترم جدا على مستوى الدفاع، لكن ما نجموش نجيو نقولوا كان جاي المدافع الفلاني ولا المهاجم الفلاني في مقابله الذهاب. حسب رايي الشخصي وذا يخصني مسؤولية انسحاب الترجي الرياضي التونسي يتحملها بنسبة كبيرة لكادر متاع ليكيب الملاعبية اللي انتر جيمي اكسبيريمونتي، لأنه المفروض هما يعطيوا ليكزومبل، لأنه هما المفروض يخرجوا افيك لو مينيموم دو ديغا في في لي مومون فابل نتاع الفريق. الديكليك بالنسبة لي أنا كان هو الهدف الثاني في مقابلة الذهاب، معناتها هدف رأيي، معناتها هذا شخص يقول مرة ما في حد شيء، ما فهمتش علاش صار التحامل الكبير هذاك على الاربيتر، ما فهمتش علاش صارت الرياكسيون هذيك، انجر عنها عقوبات الأحسن ملاعبي عندهم راوف اللي ما يستاهلش هو أصلا، معناتها ما عمل شيء، لا مش بلغيث محمد علي برمضان وإي أونكور، معناتها بلغيث انجر، معناتها كانت عقوبات سامحني بكلمة بات بوريا، وهما يعرفوا تري تري بيان يل ساتوندي اس، يعرفوا ان الكونفدراليه لازمها تعاقبهم قبل مقابله الذهاب، هذاك علاش كانت الديسيزيون قبل 48 ساعة. سي فري يلي تي بروفوكي بلوز او موان، لكن طاحوا في البيج اللي المفروض ملاعبيه عندهم التجربه هذيك، هذين دو شامبيونز ليغ لاعبين مستوى عالي ما يطيحوش في الفخ هذاك. والهدف الثالث هو اللي زاد الطين بله، معناتها هدف تاكل من شمس الدين ذوادي اللي لاعب تجربه معناتها بالطريقه هذيك، وفي اخر وقت تهور كبير كلف ترجي الرياضي التونسي معناتها الانسحاب. نجي لمقابله الاياب، السيناريو كان ممتاز، هدف لصفر، لكن انا شنو نقول؟ نقول انه الترجي افتقد للحلول الاعتياديه نتاعو والا الاليات اللي مستانس يخدم بها. شنو هي الاليات نتاعو؟ مستانس البوان فور هي في لي كوتي، خاصه الشتي والهوني اللي عاملين معناتها جبهه يسار اكسبسيونيل، وخاصه الهوني المستانس يفسخ لك ان كونتر ان معناتها اي لاعب في المقابله هذه واللي قبلها ريناه تقريبا على مستوى لي ديويل ربح دو ولا تروا ديويل اوفنسيف. من الجهه الثانيه نفس الشيء بنساحه، ما كانش فقد لابور نتاع الشتي معاه، كان ياخذ الكره لكن اشاك فوا تكون لي باس لاتيرو، دونك ما كانش فما افيكاسيتي وتمشي فير لافون، هذا اللي حكي عليه منير، ما كانش فما شانجمون دو ريتم والا لاكسيليراسيون باش تمشي الخدام، دونك كان اللعب ستيريوتيبي، كان يساعد الزمالك المصري اللي كان واقف كيما يلزم، ما تخلقتش عليه فرص كبيره الحقيقه. ومالغري سا زاد نقولوا لعب بالنار، لان واحد كان سجل الترجي حتى في الدقيقه 92 ولا 93 كانت تترشح الترجي الرياضي التونسي. دونك انا شنو نقول بور ريكابيتولي، الترجي هز دو شامبيونز ليغ سكسيسيف، مش بسهل تعمل الفريق اللي خرجوا منه سبعه وثمانيه عناصر مهمين جدا كيما البلايلي كيما فرانكوم كيما معناتها بن محمد انيس بدري كبير غيلان، دونك ملاعبيه فريمون لو ستاتيوم تاع الفريق تقريبا كله خرج، مالغري سا نشوفوه كان قاب قوسين او ادنى باش يتعدى. نتصور عندهم الوقت باش يصلحوا، عندهم اداره زاده محترمه اللي تخمم في المواسم الجايه، وعندهم البريفيليج اللي العام الجاي معناتها نتصور البطوله حسن حظ. تصدق الروايه اللي مؤامره مغربيه مصريه تونس ولا لا؟ بصراحه ما بصراحة لازم سمعتها في برشا منابر الحكاية هذي في ريزو سوسيو، مي هو خن ممكن كان دخلت كورة ولا اثنين روح الحديث هذايا ما صارش بصراحة ما صارش، ما نقولوش نقص لنا زوج دقائق لا هو حتى اللي جبدوا على الاربيتر شفتوا مقابلة الاربيتر مقابلة الزمالك والاسبيرونس ما عمل شيء، الهدف الثاني صحيح بالعكس كله صحيح، هو كان ما فماش غلط تقل المباراة ولي زوز ورق احمر والذوادي دوزيام الثالث والرابع راهو للزمالك يعني هكا في الليل دونك هكا وصلنا لاخر حصتنا اليوم، دونك اكيد كنت سعيد برشا نزيدوا واش خاصك لو كان سبحان الله زميلتنا فاطمه يعني اكيد بعد شويه نسمح بنص ساعه وساعه واكثر كان لازم. حبيت نشكر دونك سيف يعطيك الصحه بارك الله فيك، شكرا لحضورك يعطيك الصحه والخير، منير يعطيك الصحه شكرا، رضوان يعطيك الصحة ميرسي أبو فوزي شكرا لحضرتك سامي نسيم يعطيك الصحة، دونك هذا موعد أول من ليكيب سبور، أكيد استناونا في كل يوم في ليكيب سبور أكيد باش تلقاو برشا مفاجآت وبرشا فقرات جديدة ما تكتشفوها معنا، وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم ومستوى انتظاراتكم. حاتم القايق يقول لكم تصبحوا على خير، باي باي.